مشاهدينا إلى الحصاد الإخباري الأخير من قناة البلد ونستهله بالعناوين. لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي تقر مشروع قانون فرض عقوبات على مسؤولين بالحكومة السودانية. الجبهة الثورية تعقد مؤتمرها غدا الخميس بالدمازين. المنتخب الوطني السوداني يختتم تدريباته ويغادر لتنزانيا. وإلى تفاصيل الحصاد عقب هذا الفاصل. تواصل اليوم الثاني على التوالي التتريس لعدد من الشوارع بالعاصمة الخرطوم والتي جعلت من الحركة شبه معدومة في احتياجات تطالب بالحكم المدني. وبحسب شهود عيان فإن الإغلاق عبر المتاريس شمل شوارع 60 أوماك المشتل وضاحية الرياض شرقية، كما طالت تلك المتاريس شارع المعونة والمزاد والحلفاية امتدادا إلى داخل الأحياء السكنية بمدينة بحري شمالي العاصمة، وهو الحال نفسه الذي شهده طريق الشهيد عبد العظيم شارع 40 سابقا، وطرقات فرعية في مناطق الثورات وبيت المال والنباوي وأبروف الفتحاب العرضة مبدة والردمية. وتأتي هذه التحركات إثر دعوة لجان المقاومة السودانية إلى عصيان مدني شامل يومي الثلاثاء والأربعاء مع إغلاق الشوارع بالمتاريس كتصعيد جديد ينادي بالحكم المدني. ورغم دعوة العصيان بقيت المصارف والمؤسسات الحكومية تعمل بصورة طبيعية، لكن مع تراجع ملحوظ في حركة العملاء مقارنة بالأيام السابقة. أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار بإدانة القرارات التي صدرت في 25 من أكتوبر الماضي بوصفها انقلابا رسميا. ودعا مشروع القرار الذي أقر بالإجماع في اللجنة اليوم الأربعاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات على المسؤولين في الحكومة الحالية. ويدعو المشروع غير الملزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لتحديد أسماء قادة الحكومة والمتعاونين معهم لفرض عقوبات فردية عليهم، والتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الإنسانية للسودان حتى عودة النظام الانتقالي. كما يحث مشروع القرار حلفاء الولايات المتحدة ودول الترويكا على الانضمام إليها في فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري وشركائهم. وحث قادة المجلس على العودة إلى حكم القانون احتراما للدستور الانتقالي، عطفا على تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات في المنطقة حتى عودة العملية الانتقالية. تعقد الجبهة الثورية السودانية مؤتمرها التداولي الأول بمدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق يوم غد الخميس، وتستمر حتى 26 من مارس الجاري تحت شعار تجديد الخطاب السياسي والهيكل التنظيمي، وذلك بهدف الخروج من هذا المؤتمر برؤية متكاملة تسهم من خلالها في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة. وسيناقش المؤتمر الأزمة السياسية وأفاق الحل والتحالفات السياسية وتنفيذ اتفاق سلام جوبا وقضايا العدالة والوثيقة الدستورية والانتخابات، إضافة إلى السياسة الخارجية والهيكل التنظيمي للجبهة. وسيشارك المؤتمر أعضاء المجلس القيادي وممثلي الجبهة الثورية في مجلس السيادة ومجلس الوزراء. أعلن التجمع الاتحادي المعارض اليوم الأربعاء تجميد عضوية 5 من أعضائه بسبب عملهم مع السلطة الحاكمة في السودان. وقال التجمع في بيان إن قراره يأتي متسقا مع موقفه المعلن والواضح تجاه الحكومة الحالية. ومنذ أسابيع تعتقل السلطات قيادات بارزة من التجمع الاتحادي بمن فيهم عضو مجلس السيادة الانتقالية السابق محمد الفكي سليمان ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع بابكر فيصل. وتابع البيان: جاء القرار استنادا على اللوائح التنظيمية وموقفنا السياسي والتنظيمي الملتزم بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة والسعي إلى الحكم المدني الكامل. أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء قرار بإنهاء تكليف 8 من مديريه
بجانب 5 إداريين برئاسة الوزارة على خلفية إضراب المعلمين المتواصل منذ 10 أيام أو منذ العاشر من مارس الحالي. وبدأ المعلمون إضرابا عن العمل بسبب ما أسموه تجاهل وزارة المالية لمذكرتهم المتضمنة عددا من المطالب، على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 24,000. وشمل القرار الإقالة كل من مدير الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير التعليم الخاص ومدير الشؤون الإدارية ومدير إدارة المنظمات ومدير إدارة التعليم التربوي والمساعد الإداري للمرحلة، إضافة إلى المساعد الفني للتعليم الأساس عبد الله محمد السوار. أكد مدير الإمداد بوزارة الطاقة والنفط أن مخزون البلاد من المواد البترولية مطمئن، وأضاف أن السبب الرئيسي للزيادات المتكررة في أسعار الوقود هو زيادة أسعاره عالميا بجانب زيادة سعر الدولار داخل البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل الزيادات في الأسعار هي من اختصاص وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ونفى صلة وزارة الطاقة بزيادة أسعار الوقود، مؤكدا وجود تواصل تام بين وزارتي المالية والطاقة. قطع تجمع الصيادلة المهنيين بأن أسعار الأدوية ستستمر في الارتفاع عصوة بالسلع الأخرى بعد تحرير سعر دولار الدواء. وقال عضو تجمع الصيادلة المهنيين عوض عبد المنعم في تصريح صحفي أن مشكلة الدواء في البلاد هي مشكلة سياسات وترتيب أولويات بالنسبة لكل الحكومات منذ النظام السابق، مرورا بحكومات حمدوك وأخيرا وليس آخرا حكومة 25 من أكتوبر. وانتقد عوض السياسات التي تنتهجها الحكومات من حيث ترتيب أولوياتها في الصرف على القطاع الأمني في وقت يتزيل القطاع الصحي قائمة المصروفات. قال هشام الصوبات رئيس اتحاد أصحاب العمل إن ما يشهده ما يسمى بسوق الدولار والذي تسبب في التراجع الكبير لقيمة الجنيه لا يخضع لأي أسس علمية أو آليات اقتصادية. وأوضح الصوبات في بيان رسمي أن ما يحدث الآن هو وجود ممارسات ومضاربات وهمية بالدولار مقصود بها المتاجر به، مشيرا إلى أنه أصبح سلعة متداولة في حد ذاته. وكشف الصوبات عن أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ضخ أموال وتدفقات مالية بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، مما ينعكس إيجابا في عملية تحقيق الاستقرار لسعر الصرف وارتفاع قيمة العملة الوطنية، مضيفا أن ذلك سيكبد المضاربين في الدولار خسائر فادحة باعتباره سلعة حال مواصلتهم في أعمال المضاربات في الأسواق. فاصل قصير ومن ثم يتواصل هذا الحصاد الإخباري. استعرضت ولاية الخرطوم اليوم بداية الإعداد لبرنامج شهر رمضان المعظم في اجتماع موسع برئاسة الأمين العام المكلف لحكومة ولاية الخرطوم رابح أحمد حامد، وحضره المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار إبراهيم محي الدين. واستعرض الاجتماع البرنامج الذي قدمه مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية، موضحا أن البرنامج يستهدف 55,000 أسرة، وأبرز الدعم يتمثل في الدعم النقدي المباشر للأسر وزيادة ودعم الأسر المتعففة ودعم طلاب الخلاوي وإطلاق سراح نزلاء السجون والدور الإيوائية ودعم برامج المنظمات والمؤسسات. ممثل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة استعرض أبرز ملامح برنامج الوزارة ممثلا في إحياء النشاط الثقافي والأدبي والمنافسات بين الأندية الثقافية بمشاركة المبدعين والفرق والجماعات المسرحية ورعاية إبداعات الشباب. شهد الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي اليوم فعاليات ختام طابور السير الطويل الخرطوم مدني الذي نفذته الفرقة التاسعة المحمولة جوا، وذلك ضمن فعاليات ختام دورة الصاقعة بحضور اللواء الركن طارق يوسف جمال الدين قائد الفرقة التاسعة والعميد ركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاة ولاية الجزيرة ولجنة أمن الولاية.
حيث أكد أمين عام حكومة ولاية الجزيرة أن القوات المسلحة تمثل صمام أمان ووحدة البلاد، قائلا إن ولاية الجزيرة تقف سندا ودعما للقوات المسلحة. وأضاف أن طابور السير لمسافة 180 كيلو سيرا على الأقدام يعكس مدى جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد. من جانبه أوضح قائد الفرقة التاسعة أن قوات المظلات درجت في ختام دورات الصاقعة على طابور السير الطويل ويمثل جرعة تدريبية، وأشار لمشاركة قوات المظلات في العديد من الدورات داخل وخارج البلاد. ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالية دكتور سلمى عبد الجبار المبارك اليوم الاجتماع الرابع لمجلس حكومة ولاية النيل الأبيض، والذي عقد بأمانة الحكومة بمدينة ربك بحضور والي الولاية المكلف الأستاذ عمر الخليفة. واطلع دكتور سلمى على مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية بولاية النيل الأبيض، وأشادت خلال الاجتماع بجهود الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية وتوفير الخدمات بما يسهم في استقرار وتقدم الولاية، مشيدة في هذا الصدد بما وضعته حكومة الولاية من خطط وبرامج إسعافية. ودعت سلمى عبد الجبار إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية للنهوض بالوضع الاقتصادي بالولاية، وإلى الاهتمام بقضايا ومعاش المواطنين بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية المجتمعية. أجازت اللجنة العليا لجناء الغارمين من سجون ولاية كسلة المقترح المقدم لإطلاق سراح 64 نزيلا ودفع غراماتهم البالغة 7,000,000 جنيه، ذلك ضمن برامج ديوان الزكاة لشهر رمضان. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة مولانا آدم عشر بحضور أمين ديوان الزكاة بولاية الجزيرة أو بولاية كسلة محمد أحمد جبورة، وممثل مدير قطاع التنمية الاجتماعية الدكتور الأمين علي الأمين، ومدير سجون الولاية والإدارات المختلفة بالديوان. وبحث المجتمعون الجوانب المتعلقة بالشروط الشرعية وضوابط دفع كفالات الغارمين وإطلاق سراحهم. وناقش أعضاء اللجنة مسألة إطلاق سراح السجناء الغارمين قبل حلول شهر رمضان حتى يتثنى لهم الوصول إلى أهاليهم وإدخال الفرحة في نفوسهم واستقبال الشهر الكريم مع ذويهم. استقبل الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد والي نهر النيل المكلف بمكتبه بالأمانة العامة لحكومة الولاية صباح اليوم الأستاذ الزاكي علي أبكر الأمين العام لديوان الزكاة بالولاية الجديدة. وأكد السيد الوالي على تعاونه التام مع الأمين العام لديوان الزكاة من أجل معالجة قضايا الشرائح الضعيفة وتقليل حدة الفقر. وشدد السيد الوالي على ضرورة الاهتمام بتمليك المشروعات الإنتاجية للفقراء والعمل على إخراجهم من دائرة الفقر إلى الإنتاج ومن متلقين للزكاة إلى دافعين لها. كما نادى السيد الوالي بضرورة الحصر الدقيق وعمل إحصاء شامل وقاعدة بيانات حول عدد الفقراء بالولاية وتحديد نسبة الفقر الحقيقية، وضرورة ربط الدعم للفقراء بإجراء دراسة اجتماعية دقيقة لضمان ذهاب الزكاة لمستحقيها. فاصل قصير ومن ثم إلى الأخبار الرياضية. أهلا بكم. أدى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مرانه الأخير خلال تجمعه الحالي عند الساعة 7 من صباح اليوم الأربعاء باستاد الخرطوم، ذلك قبل مغادرة بحثته عصر غد الخميس 24 من مارس إلى العاصمة التنزانية دار السلام لإقامة معسكر تحضيري قصير وخوض مباراتين في أيام الفيفا، حيث يواجه منتخب إفريقيا الوسطى في 26 والمنتخب التنزاني في 30 من مارس الجاري، وذلك ضمن خارطة الإعداد الموضوعة من الجهاز الفني لخوض تصفيات أمم إفريقيا في كوت ديفوار والتي ستنطلق في يونيو المقبل. وتقدمت إدارة المنتخب بشكر الاتحاد الخرطوم المحلي ونادي الهلال على التعاون الكبير والترحاب في استضافة تدريبات المنتخب. حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية من تدني الرؤية الأفقية نتيجة لنشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة وتأثر أجزاء من شمال وأواسط وغرب البلاد بمرور جبهة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة. وتوقعت الوحدة في نشرة تحذيرية اليوم أن تسود هذه الأجواء الجمعة. وناشدت وحدة الإنذار مستخدمي الطرق السريعة القيادة بحذر واتخاذ التدابير اللازمة
القائمة لقاطني المناطق المكشوفة، ونبهت كافة المواطنين بتنظيم أنشطتهم الخارجية حسب التوجيه. الحصاد انتهى، نعود لنذكر بعناوينه.